بسم الله الرحمن الرحيم. النساء لهن نصف الدور في الحياة. إذا عرفنا أدوارهن، الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة كليهما. المرأة ليست ناقصة والرجل كامل، وإنما المرأة كاملة من نوع والرجل كامل من نوع، وفي القرآن الحكيم إشارة إلى ذلك حيث يقول: ولهن مثل الذي عليهن، يعني عليهن واجبات ولهن حقوق. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني خلق الله كل شيء في مقامه كامل. إذا تشوفون الفيل كامل، وإذا تشوفون البقة أيضا كاملة، يعني مو أن الفيل كامل والبقة ناقصة، كل كامل بحسبه. أو إذا أردنا أن نمثل بسيارتين، سيارة صغيرة للمسافرين وسيارة كبيرة لحمل الخشب والطابوق وما أشبه، السيارة الصغيرة مو ناقصة، كاملة كاملة، لكن خلقت ووضعت لنقل المسافرين. السيارة الكبيرة أيضا كاملة كاملة، لكنها وضعت وخلقت لحمل الخشب. إذا أركبنا المسافرين في السيارة الكبيرة لا يناسب، إذا أركبنا الخشب في السيارة الصغيرة هم لا يناسب. المرأة كاملة كاملة، والرجل كامل كامل. منتهى الأمر، خلقوا دورين. في الآية الكريمة: وللرجال عليهن درجة. هذا أيضا صحيح، لأن المرأة أكثر عاطفية لدورها، والرجل أكثر عقلانيا لدوره. إذن فيجب أن يعرف الإنسان أن المرأة كاملة أيضا كمالا مطلقا، لأن الله يخلق الكامل المطلق في كل خلقه. البحار كاملة، الأشجار كاملة، الغابات كاملة، الفواكه كاملة، السماء كاملة، الأرض كاملة، الإنسان كامل، الحيوان كامل، كل شيء الله يخلقه كاملا كامل، لكن دوره مختلف. إذا كانت المرأة لها نصف الدور وهي كاملة، يجب عليها أن تقوم بهذا الدور. ما هي دور المرأة؟ دور المرأة وهذه الأخوات، وأظنهن طالبات العلوم الدينية وما أشبه، أولا لازم كل مرأة تكون إمامة جماعة. بس ممكن في مدرسة القائم أو أي مدرسة أخرى ما يصير أن تكون كل مرأة إمامة جماعة، لكن إذا رجعوا إلى بلادهم وغير بلادهم لازم تكون إمامة جماعة للنساء. الرسول في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم بنى لنفسه مسجد، وعلى الأغلب شايفين مسجد المدينة، النساء والرجال يحضرون مسجد رسول الله، الرجال يقفون مقدم والنساء خلفهم. ومع ذلك الرسول خصص امرأة اسمها أم ورقة لتصلي بالناس الجماعة في بيتها، فأية امرأة تريد تذهب إلى مسجد رسول الله لصلاة الجماعة، وأية امرأة تريد تذهب لصلاة أم ورقة اسم امرأة، حتى تكون المرأة أيضا تؤدي دور الإمامة كما يؤدي الرجل دور الإمام. الأخوات لازم يعملون هذا العمل. إذا الأخوات 20 مثلا، في المستقبل لازم 20 صلاة جماعة عندنا احنا نسوي، سواء في الجزيرة أو في خارج أو في الداخل أو أي مكان كان. هذا الدور. الدور الثاني دور المؤسسات الخيرية، غالبا المساجد، الحسينيات، المدارس، يبنيها الرجال، وكثيرا ما تشترك النساء أيضا، بينما المرأة يجب عليها أن تبني المؤسسة الخيرية. في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكوفة أكو مساجد خاصة للنساء، يعني لا يدخل المسجد إلا المرأة، بينما أكو مساجد أيضا للرجال. فالنساء هي التي تدير قسم من المساجد في زمان الإمام أمير المؤمنين في الكوفة عليه الصلاة والسلام. الآن في عادة في الكويت، وما أدري أكو هالعادة أيضا في الجزيرة أو ماكو، وهو أكو حسينيات الحريم إلى جانب حسينيات الرجال، حسينية كاملة بنتها امرأة على نفقتها أو التبرعات أو ما أشبه. لازم هالشكل، مرأة أيضا تبني مسجد، تبني حسينية، تبني مدرسة، تبني مدارس. هذا أيضا شيء من دور المرأة، دور الإمامة.
دور البناءات الخيرية كالحسينية كالمسجد ما أشبه، دور تأليف وكتاب أي دور ثالث. الرجال يعلفون، لازم هالأخوات يكون مؤلفات أيضا تأليفات. أول من كتب في الإسلام كتابا في الأحاديث هو الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، واسم كتابه كتاب علي، في أحاديثنا موجود هذا الشيء. وأول من كتبت في الإسلام هي فاطمة الزهراء، أول مؤلف علي وأول مؤلفة فاطمة عليه الصلاة والسلام، واسم كتابها مصحف فاطمة. يعني شوفوا تربية الرسول كيف جعل للرجل دور وللمرأة نفس الدور أيضا. أصل هذين الكتابين في أحاديثنا، يعني أصل كتاب علي وكتاب فاطمة موجود عند الإمام المهدي عجل الله تعالى وفرجه. وإذا جاء الإمام المهدي احنا نشوف الكتاب لعلي والكتاب لفاطمة، لكن في أحاديثنا منقول عن الكتابين، يعني في كتاب الوسائل أو المستدرك أو البحار أو غيرهما روايات عن هذا الكتاب وعن هذا الكتاب. فمن دور المرأة أيضا أن تكون مؤلفة. لماذا مو مؤلفة؟ تؤلف كتاب، كتابين، 10، 20، 50. والآن أكو في العالم الإسلامي كاتبات، كما أكو في العالم المسيحي أيضا كاتبات. إنسان لازم تكون كاتبة، لازم تكون مؤلفة. الدور الرابع دور الخطابة، الوعظ، الإرشاد، الهداية، النصح، التوجيه. كما أنه هناك خطباء رجال، لازم خطيبات نساء، ولازم المرأة تعرف أنها تتمكن أن تؤدي دور الخطابة دورا جيدا للخطابة. والأئمة كانوا يشجعون الخطيبات. أكو في الحديث أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لما أراد الوفاة أوصى ولده الصادق عليه الصلاة والسلام أن النوادب، نوادب جمع نادبة، مثل طوالب جمع طالبة، جمع الذكر طلاب، جمع الأنثى طوالب، والنادبة يعني المرأة الخطيبة، وجمعها نوادب. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أوصى ولده الصادق أن النوادب يندبنه 10 سنوات، يعني كل سنة يندبن النوادب بالخطيبات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني تشجيع لدور أن تكون المرأة خطيبة، أن تكون موجهة. لازم تكون هذه الأخوات خطيبات، تتعلم الخطابة، تحفظ شيء من القرآن الحكيم، تحفظ شيء من نهج البلاغة، تحفظ شيء من الصحيفة السجادية، تحفظ شيء من الأحاديث النبوية والعلوية والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وكذلك تحفظ أشعار حكمية وما أشبه، وتكون في المستقبل خطيبة، وخطيبة ممتازة مو خطيبة عادية. يعني أنها إذا خطبت فرد 1000 مرأة يحضرن تحت منبرها توجيها، إرشادا، نصيحة، تربية. كانت في طهران قبل 30 سنة، وتلك الأيام أيام السفور في إيران، النظام السابق. خطيبة في طهران اسمها خانم كاتوزيان، فكانت هي تخطب كل يوم في بيتها وراء المكبرة، توجيه والإرشاد والمسائل والأخلاق والتفسير وما أشبه. فكن النساء يحضرن خطابتها، وقسم من الأصدقاء نقلوا في ذلك الوقت أن النساء اللاتي كن يحضرن خطابتها كن أكثر من 1000 امرأة نساء، حتى أنه في وقت العطلة، يعني مثلا من الصبح يروحون إلى الظهر، خطابة، مسائل، أحكام، آداب. هذا الصديق كان ينقل، احنا كنا ذاك الوقت في العراق، كان يقول وقت اللي ينصرفنا هؤلاء النسوة من عندها، من عند خانم كاتوزيان الخطيبة الواعظة الموجهة، يقول تمتلئ الشوارع بالعب السود والشادرات السوداء في وسط جو طهران الممتلئ بالسفور والخلاع. فهي ربت أكثر من 2000 امرأة، مدرسة، معلمة، موجهة، مرشدة وإلى آخرها. فلازم تكون المرأة أيضا خطيبة وموجهة. أول تفسير قرآن لازم يكون تفسير دوري على مثلا شهر رمضان وشهر محرم، أو
وفيات المعصومين أو مواليدهم أو المناسبات الأخرى، مجلس قرآن ومقابلة قرآن لأجل التعليم والتعلم والتفسير والترجمة، ثم خطابة. فمن دور المرأة أيضا أن تكون خطيبة وأن تكون موجهة إلى غيرها من الأدوار. مثلا لازم النساء يخرجن مجلات نسوية خاصة. احنا كان عندنا في الكويت مجلة نسوية اسمها الفتاة التقدمية، اسم المجلة. وإذا أكو بينكم كويتية تعرف هذا الشيء وشايف هذا الشيء، ففقط النساء كنا يكتبن فيها، ونساء معلومات يعني، مو أنه باسم رمزي أو كذا، طالبة الجامعية فلانة أو الطالبة الثانوية فلانة أو المعلمة فلانة أو ما أشبه أو الدكتورة فلانة، كنا يكتبن في هذه المجلة شهريا، وتنفد النسخ بسرعة جدا كبيرة لإقبال النساء على تلك المجلة. اسم المجلة كان عندنا مجلة للرجال اسمها الإسلام والحياة للشباب، ومجلة للنساء اسمها الفتاة التقدمية. لازم المرأة تخرج المجلة أيضا. المهم أن تكون المرأة عفيفة محجبة شريفة. أما الأعمال الأخرى لا، مشترك بين الرجال وبين النساء. وهكذا يجب على المرأة أن تقوم بدورها في توجيه الحياة. كانت عندنا احنا مدارس في العراق، مدارس الحافظات، النساء كنا يحفظن القرآن الحكيم بالإضافة إلى الدروس الأخرى. 1500 طالبة كانت عندنا، 3 مدارس، مدارس حافظات القرآن الحكيم اسمها. وبالإضافة إلى الدروس، يعني أنه دروس حفظ القرآن ودروس الأخرى العربية بإنشاء الإملاء وإلى آخرها من الدروس الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك كنا يتعلمنا الصناعات، وكنا نسوي كل سنة في السوق خيري لبيع صناعاتهم في نفس المدارس، صناعات اليدوية، لأن المرأة يجب أن تكون عاملة أيضا إلى جانب أن تكون مثقفة. مثلا كان عندنا قسم من النساء للحياك، قسم لصنع الزوالي، قسم للتطريز، قسم للخياطة، وعلى هذا المعدل. وكنا نعرض إنتاجهم في كل عام في مواسم خاصة للبيع. فلازم هالشكل، نفس هؤلاء النسوة يجب أن تكونوا هكذا. هذا أيضا دور التعليم، دور التربية، حتى تقوم المرأة بدورها الكامل، ولو هي زوجة، ولو هي بنت، ولو هي أخت، ولو هي أم، لازم تقوم بهذا الدور أيضا. لأن الله تعالى خلق في المرأة مثل ما خلق في الرجل، من الكفاءات، من الذكاء، من العقل، من الفطرة، من الكمال. فقط دور المرأة دور عاطفية، بينما دور الرجل دور عقلاني. هذا الفرق، وكما ما ذكرنا في الفرق بين السيارتين الكبيرة لحمل الأخشاب وما أشبه، والصغيرة لحمل المسافر. هذا موضوع كله، أن تقوم المرأة بدور، خصوصا هالأخوات الطالبات. الموضوع الثاني موضوع التقوى. يجب على الإنسان رجلا أو امرأة أن تكون متقية، عينها، لسانها، قلبها، يدها، رجلها، فكرها، يكون كلها حسب الموازين الإلهية. صدق الإنسان، أمانة الإنسان، إخلاص الإنسان، عمل الإنسان، نظافة الإنسان، وإلى آخره. وكلما كان الإنسان أتقى لله سبحانه وتعالى يكون أقرب إلى الله وأقرب إلى الناس، لأن الناس يحبون المتقين، مو يحبون المبتذلين، المتقيات للمبتذلات، وإلى آخره. وفي الحديث إن آخر آية نزلت على رسول الله، أول آية نزلت على رسول الله على المشهور سورة اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. آخر آية نزلت على رسول الله، وبعدها رسول الله توفي
يعني ما نزلت انقطاع الوحي في بعض التواريخ والتفاسير والروايات يقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني اتقوا من ذلك اليوم، يعني اتقوا من يوم المحكمة، لأن الإنسان إذا مات قامت المحكمة عن كل عمله من صغير أو كبير. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني يوم المحكمة كل كلمة الإنسان، كل فكرة الإنسان، كل عمل الإنسان، كل بطش الإنسان. هذا الموضوع الثاني وهو الاهتمام بالتقوى. الموضوع الثالث الاهتمام بالأخلاق، الأخلاق الطيبة. الإنسان يجب عليه أن يكون في غاية الخلق الرفيع، سلامها، صباحها، احترامها للناس، قيامها لهم، تكريمها لهم، ألفتها معهم، رواحها، مجيئها، زيارتها للصديقات والقريبات والجارات وما أشبه. الإنسان يجب أن تكون ذات خلق رفيع، حتى هذه الأخلاق الرفيعة توجب قرب الإنسان من الله ومن الناس. أكو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسن الخلق قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. وسيء الخلق بعيد عن الله وبعيد عن الناس وبعيد عن الجنة وقريب إلى النار. فإنسان يجب عليه دائما أن يواظب على حسن خلقه، صياح، سباب، طاعن، لاعن، همز، نابذ، غيبة، نميمة، كلها يجتنبها، تجعل من نفسها إنسانة نظيفة. حسن الخلق على طول الخط، مع الأم، مع الأب، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأولاد، مع الجيران، مع الزملاء، مع المعلمين، مع المعلمات وإلى آخره. يعني الإنسان يجب أن يكون مثالا لحسن الخلق على طول الخط. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام في آخر وصيتها لعلي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتك. مع العلم كلنا نعلم أن حياة فاطمة الزهراء كانت حياة كلش صعبة، حياة جهادية، حياة تقشفية في المدينة المنورة وأول الإسلام وصعوبات أول الإسلام. هذه ثلاثة أمور: دور المرأة، الأمر الثاني التقوى، الدور الثالث الأخلاق الطيبة. الموضوع الرابع هو أن تكون المرأة كالرجل مساهمة في بناء الاجتماع والتعاون في الخير. الاجتماع في الحقيقة يحتاج إلى المساهمة. المرأة تتمكن أن تكون مساهمة في تقديم الاجتماع إلى الأمام. مثلا المرأة تصنع هيئات، هيئة لتزويج العازبين والعازبات، هيئة للمرضى. الإنسان يروح يوم المرضى يشوفهم معلولين كذا شيء، سواء من القريبات أو غير القريبات، ماكو فرق. هيئة لمساعدة المنكوبين، لمساعدة الفقراء، لمساعدة المساكين، لمساعدة الأيتام، لتشغيل العاطلات. كثير من النساء عاطلات وهن يعيشن في فقر مدقع، سواء متزوجات أو غير متزوجات. إنسان تتمكن مثلا تصنع هيئة، وهذه الهيئة تشتري مكائن خياطة مثلا، أو مكائن تطريز، أو مكائن لصنع الجواريب، وتوزع على هؤلاء البائسين والبائسات وما أشبه. أو تجمع أدوية مثلا للمرضى، فريق خيرية يشترون بها الكتب، كتب دينية، كتب إسلامية، أخلاقية، قرآن، نهج البلاغة، صحيفة، مفاتيح الجنان،
وغيرها ويوزعونها على الناس للتربية الدينية للتربية الأخلاقية. فاللازم أن تكون الإنسانة مساهمة في بناء الاجتماع وتقديم الاجتماع إلى الأمام. هذا بإمكان المرأة أيضا، وممكن أن تكون المرأة هكذا. واللازم على المرأة أن لا تقول لا أتمكن، وإنما توحي إلى نفسها أنها تتمكن كما أن الرجل يتمكن. وأخيرا الأمر الخامس، أربعة أمور ذكرناها، الأمر الخامس أن الإنسان يكون دائما ذكر لله سبحانه وتعالى. في القرآن الحكيم اذكروني أذكركم. الإنسان اللي دائم الذكر لله الله يحل مشاكله ويستجيب دعاءه ويقضي حوائجه، وإذا وقع في مكروه أو مكروب الله يرفعه عنه. اذكروني أذكركم. في آية أخرى الله تعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح. في الوقت اللي الإنسان ما عنده شغل، في الطائرة، في السيارة، في المدرسة وماكو دراسة، في الشارع، في البيت، دائما تذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. العظمة لله، الذكر، الذكر المتعارف. توكلت على الله، حسبي الله، أفوض أمري إلى الله. الإنسان يجب أن يكون دائم الذكر لله. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.